عمي راه شحال ديك الكفورة تصوروا هاد الكفورة درهم 4 درهم بعدا درهم خمشي برك ربيع خمشي برك ربيع حسن اخي جينا لهنا السوق الدرادف كما كتشوف معنا لا جينا السوق دابينا كنتفاجئوا بهذا الغلاء الاسعار هذه حنا دينا غير باش غنفطروا المسائل غاليين العافيه شاخده الخضره غاليه قال لك غينقصوا ما نقصوا والو تيضحكوا علينا كدخل بها خاوي كيخرج بها خاوي ما كيتقداش شي حاجه ما عندوش فلوس باش يوكل ولادو رمضان هاد الناس هادو ما بغاوش يديروا لنا حل الله ياخذ الحق وهادشي ما عيبشرش بالخير اصلا هادشي هذا غادن بين الهاويه صلا 14 درهم ما عطيش 9 درهم 8 درهم لا ياخذ الحق هاد الناس هادو راه عياو وما يصبروا 15 درهم بصله بزاف ما تيش عاملين لنا 8 9 درهم بطاطا 9 درهم 11 درهم بزاف شي هادشي بزاف بزاف والو ما كاينش الرخا ما كاينش الرخا ما كايناش ما كاينش اللي كيقول الرخا كيكذب كاينش الرخا والو كيخب الراس ماليين اللي كيجملوا كيخبعوا السلعه باش يصادوا الفرصه باش يبيعوها غاليه للشعب الفلاح ما كيبيعهاش بالثمن ب 10 دراهم و 12 دراهم الفلاح كيبيعها رخيصه الجمال هو اللي كيخبع كيشري وكيخبع كيصاد الفرصه باش يشتغل في الشعب فين هو مخزن الرقابه اللي كيقولوا عندهم الرقابه فين هي كيداروا الرقابه ثلاثه الحوانوت وكيمشوا بحالهم انا ما كيتشاروش في البلاد كامله والله ياخذ فيهم الحق هذا هو اللي كاين هو دابا رمضان دابا نهار الاولي راه قاصح ونطلبوا على ربي تعدل الامور طلبوا على ربي تعدل الامور ماطيشه دايره 10 دراهم بطاطا دايره 9 دراهم ديال القلي دايره 1100 زعما هادشي راه بزاف ولكن هادشي هذا واخا حنا كنهضروا ما كيعملوا لنا حتى شي حاجه من هادشي غير الهضره وصافي شي حاجه ما كيعملوها لنا صراحه وبالنسبه دايره بصله دايره 15 16 بالنسبه اللي عنده الدراري لا حول ولا قوه الا بالله مازال لي السيليباتير راه شويه والله العظيم زعما راه هادشي بزاف صراحه ولكن ما عندنا ما نعملو ما يمكنناش نقصو في الجوع هادي هي شنو نعملو يوم الاول د رمضان كلشي غالي كلشي غالي مطيشه صغيره مطيشه ستيتوا كدير 15 درهم مالنا حنا في السويد عايشين ولا ماشي عايشين في السويد مطيشه كتجي مولاي بوسلام كتباع ب 15 درهم هنايا واش حنا مالنا حنا ماشي مغاربه ولا بصله ب 14 درهم كذب عليك شي واحد هنايا والله العظيم ما كيكذب الا قال لك قال 14 بطاطا خامجه كيبيعوها ب 10 درهم 8 درهم ب 7 درهم هادشي هذا راه عادي ماشي التلفازات بين صندوق هاد مطيشه علق لها الثمن تما اجي شوف الثمن هنايا ماشي تعلق لنا الثمن تما اجي للسوق ودير مراقبه وتشوف شنو كاين بقى تشوف التلفازه ونشوفوا التلفازه راه كاينين الناس ما عندهمش ما ياكلوا فهمتيني كاينين الناس ما عندهم ما ياكلوا ولكن واحد اخر عنده رزقه ما عاد يشوف شي ما عنده عادي يشريها ب 20 وب 50 ما عندوش مشكل اول رمضان اخويا راه صدمنا بهذا الثمن هذا حنا كنا كنجيبو 50 درهم كنخرجوا القفه يعني فهمتي مع مرا كل باهيه وجد معها حتى الحوت دابا ها سني تدخل الدور تجيب غير لتين فين هادي كيضربك الضو في ما حديثي الضو كيركلك واش علينا خايب بزاف هادشي هذا اخويا حنا دابا تينا كتما الخدمه ما كاينش يعني سنعي كيلقط هيدا وهيدا وهادشي اللي كاين الحبيب طلبوا الله وليدات عندي ثلاثه واحد ثلاثه بهم كيقراو فهمتيني جيتي ما مالو ها ها فني ماز ماشي دورت السوق كامل جيب اللي تفيد واللي قدرت عليه
ايوا والحمد لله هادشي اللي كاين الحبيب ديالي. اليوم نهضوا لنا في رمضان جينا نسخروا الله من هذا منكر اخي، كلشي غالي، فلوس والو، الخضره غاليه، بطاطا دابا شو صحاب بطاطا صبحت اليوم عامله 9 دراهم، الله من هذا منكر اخي، والمغربي شحال كيصبر في النهار 70 درهم. هذه ما جبروش الحال، بطاطا جبروا الحال زادوا فيها، والمغربي كيتخلص بالثمن قليل ما جبروش الحال يزيدوا له في الثمن ديالو، كيف ما كتزيدوا في الخضره وفي مطيشه وبطاطا والجعده وكلشي كيزيدوا فيه، يزيدوا الناس حنايا في الخصاي واحد الشويش، باش المواطن اللي يجي يتقدى ماشي اللي يخدموا وياكلوا ما يبقى له والو، الله من هذا منكر اخي، حنايا ما باقي لنا والو نعلقوا راسنا، اذا ما كناش كنخافوا من لان راه كاين الله وكاين الحساب وكاين العقاب، قسما بالله لا انا اول واحد نعلق راسي اخي، حق الله. واركوش عداك 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 واركوش